نحن الآن نتواجد في الكنيسة الموجودة في مستشفى الأهل العربي المعمداني، والتي تحولت إلى قسم من أقسام المستشفى، حيث كما تشاهدون أن المرضى موجودين على أسرة أو كراسي الكنيسة، حيث أننا اضطررنا إلى استغلال دور العبادة وهي الكنيسة وتحويلها إلى قسم مبيت للمصابين والمرضى بشكل عام، خاصة أن المستشفى الأهلي العربي هو المستشفى الوحيد الآن المتواجد في مدينة غزة، والذي يقوم بتقديم الخدمة الطبية لما يقارب نصف مليون مواطن في مدينة غزة. الآن هذا القسم الذي حولنا الكراسي الموجودة به إلى أسرة للمرضى، والذي هو بسعة ما يقارب 20 سرير أو 20 كرسي لاستقبال 20 مريض بالحالة الأدنى، الآن هو قسم للجرحى والمصابين، ولا يقوم بديلا عن العبادة لإخواننا المسيحيين في مدينة غزة. مستشفى الأهل العربي هو الوحيد الموجود في مدينة غزة، والذي هو لا يعتبر أساسا بديل لمجمع الشفاء الطبي، والذي كان يقدم خدمة طبية لما يقارب 700 سرير مبيت في مجمع الشفاء الطبي، ما يقارب من 25 غرفة عمليات في مجمع الشفاء الطبي، بما فيه من أقسام جراحية وباطنية وتخصصية وما إلى ذلك. الآن مستشفى الأهل العربي، والذي يعتبر أساساً 26 سرير مبيت بالحالة العادية، الآن يوجد به ما يقارب من 70 إلى 100 سرير موجودين في دور العبادة في مستشفى الأهل العربي المعمداني، وبين الأسرة سرير آخر وفي الممرات المستشفى. وبالتالي هذا ما نستطيع أن نقدمه، الخدمة الطبية بالحد الأدنى. ما يمكن إنقاذه هو الآن فقط في مستشفى الأهلي العربي.